عاجل ورسميا السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء باستضافة المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023. وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تنظيم لكأس العالم للأندية 2023 رسميا، حيث تستضيف المملكة للمرة الأولى في تاريخ المونديال. ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 ليتأكد بذلك مشاركة بطل الدوري السعودي بالإضافة لبطل آسيا. وكانت بطولة مونديال الأندية قد بدأت بشكلها الجديد في اليابان، ثم انتقلت للإمارات والمغرب ثم قطر. كما أعلن الفيفا عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية للموسم الجديد 2025 الذي من المتوقع أن يقام في أمريكا، أوروبا 12 مقعد، إفريقيا 4 مقاعد، آسيا 4 مقاعد، أمريكا الجنوبية 6 مقاعد، أمريكا الشمالية 4 مقاعد، وأوقيانوسيا 1 مقعد، المستضيف 1. وفي النهاية نتمنى التوفيق لكل الدول العربية المشاركة في كأس العالم للأندية.